And now, bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, representing Kazakhstan, Aslanbek Chimberjanov. This is about 237 here in your men's finals. About 237 is sanctioned for 3 3-minute rounds in a men's light middleweight 71 kg division. This bout is sanctioned between Jordan and Kazakhstan for 3 3-minute rounds to determine your undisputed men's light middleweight championship title. Your five judges will be representing you tonight ringside are from Morocco, Slovakia, Korea, Algeria, and finally Ireland. And when the action begins, your female referee in the center of the ring, representing the IBA by way of Chinese Taipei, with referee Chang Yu Lin. And now, reaching the first, fighting out of the red corner, so you that the West side of the men, Ahmed Jordan, Ziad Ashay. And introducing his opponent, fighting out of the blue corner, Khonimdar Min Mirzalar, Kharsalinistan, Kazakhstan, Aslanbek Chimberjanov. Ladies and gentlemen, the stage is ready. Ahmed, are you ready? Referee Chang Yu Ling will now be giving her final instructions to the boxers. Head up, no holding, no low blow. Listen and come in. Good luck. This is round number one. إذن نحن الآن أعزائي مشاهدين ومتابعين بطولة آسيا للملاكمة للرجال في نهائيات وزن 71 كيلوغرام البطل الأردني الكبير زياد عشيش في ركن الأحمر والبطل الكازاخستاني أصلان بيك شمبر بيكجيف في ملحمة بطولية اليوم للظفر بذهب وزن 71 كيلوغرام. اذا البطل زياد عشيش الهادئ في الجولة الاولى يتقدم بهدوء ويوجه مجموعة لكمات متنوعة الى أصلان بيك. اذا زياد يهاجم وهنالك عد من الحكم على زياد عشيش. اذا زياد عشيش المتحمس دائما لهذا اللقاء لن يمر هذا اللقاء من تحت يديه بلا شيء. اذا البطل زياد عشيش ملاكم قوي وملاكم متمكن وملاكم يستطيع ان يعود مره اخرى الى الاجواء. لا يعني العد في الجوله الاولى كثيرا لزياد عشيش، فزياد يستطيع أن يعاود بين الحين والآخر الهجوم وتوجيه النقاط. إذن اشتباك بين كلا الملاكمين ولكمات قوية من زياد. إذن زياد يراوغ ويهاجم إذن ولكمات
إذا مراوغات جميلة لأسلان بيك شمبر بكيجيف، ومحاولة للتعطيل على زياد دهشيش بالمسك. إذا ولكمة يمين وأيضا اليمين من زياد دهشيش. إذا حذاري من اليمين الكازاخستانية دائما يا ملاكمين. ومراوغات جميلة من زياد دهشيش أيضا. إذا الملاكم الكازاخستاني يحاول الاشتباك مع زياد، يتحرك على الأطراف. إذا حكم اللقاء تطلب من زياد رفع الرأس. إذا انتهت الجولة الأولى وبانتظار النتيجة، وللأسف ذهبت النقاط بالكامل في الجولة الأولى إلى أسلان بيك شمبر بكيجيف. إذا الجولة الأولى لصالح كازاخستان، لا يهم، بإمكان زياد العودة مجددا في الجولة الثانية و تعديل النتيجة. لا كما ذكرناها لا يعني خسارتك الجولة الأولى خسارتك لهذا النزال. التشجيع الكبير للبطل زياد دهشيش من الجماهير الأردنية سيرفع من حماسه في الجولة الثانية. أيضا هنالك الجماهير الكازاخستانية تشجع البطل الكازاخستاني أسلان بيك شمبر بكيجيف. And we're seconds out. Ladies and gentlemen, this is round number two. إذن اليد اليمين بأسلان بيك. حذاري من اليد اليمين. وزياد عشيش لابد أنه وضع خطته للجولة الثانية في خلال الهجوم المكثف. سيكون هناك محاولة لتعديل هذه ركمات قوية. إذا بدأ يتحرك، إذا بدأ يتحرك، سيفرض جولة فاصلة زياد دهشيش، يحاول من خلال فوز بكامل نقاط الجولة الثانية. محاولات من زياد، زياد ليس بالملاكم السهل. زياد حتى الثانية الأخيرة يبقى متمردا، يبقى مشتعلا، يبقى قادرا على تحقيق الفوز، ولكن كما ذكرنا حذاري من المستقيم اليمين، حذاري من المستقيم اليمين. رفع اليد اليسار الى الاعلى او استعمال الكتف في الدفاع او المراوغات على اليمين وعلى اليسار لتفادي لكمات المستقيم من اسلان بيك شمبر كيجيف. اذا زياد ركمة قوية من زياد. زياد بدأ الان يكشر عن انيابه الحقيقية، بدأ يصحو الان زياد وبدأ يدخل في أجواء اللقاء. إذا يحتاج زياد، يعطل عليه أسلان بيك في المسك ويحاول امتصاص حماس زياد في الجولة الثانية، ولكن كما ذكرنا الجولة الثانية يستطيع زياد أن يفوز بنقاطها بالكامل إن حافظ على توازن هذه الجولة. إذا لكمات قوية من زياد في نهاية الجولة الأولى ستكون كافية وحاسمة لمنحه العلامة الكاملة. إذا الاشتباك يحاول دائما أسلان بيك تعطيل اللاعب بالاشتباك، لكن كما ذكرنا زياد لا يستسلم بسهولة، ليس بالملاكم الذي يستسلم بسهولة حتى آخر ثانية من هذا اللقاء. ولكن كما ذكرنا حذاري من المستقيم اليمين لأسلان بيك شمبر كيف. ايضا تنبيه من الحكم بعدم الضغط بالساعد. اذا نحتاج الى حصار الملاكم. اذا لكمتين قويتين من زياد ستكون كافيات لاقناع القضاء. ايضا الضغط باليد في الذراع. الوقت يمر بسرعه ولكن مراوغه نزول بالراس للملاكم الكازاخستاني. لم يبقى الكثير من الوقت و الملاكم الكازاخستاني. إذا انتهت الجولة الثانية.
And that's the end of round وثلاثة إلى اثنين أيضا لمصلحة الكازاخستاني أصلان بيك شمبر بيكييف. إذا صعبت المهمة على زياد في الجولة الثانية. لو كانت النتيجة ثلاثة إلى اثنين سكان لكان أفضل في حسم الجولة الثالثة والعمال في الجولة الثالثة. إذا يوجد هنالك عدة طرق وليست النقاط لوحدها القادرة على حسم أي نزال. هنالك إصابة الخصم إنجوري كما حصل مع الملاكم الهندي. أيضا الضربة القاضية يوجد هنالك أمال في ضربة قاضية. الكثير من الطرق لتحقيق فوز في هذا النزال. Ladies and gentlemen, الجولة الثالثة والحاسمة الآن. ولكمات متنوعة، لكمات قوية من زياد الشيش. زياد لا يريد أن تمر الجولة الثالثة والأخيرة بسلام على الملاكم أصلان بيك شمبر بيكييف. والآن تنبيه، إذن الإنذار. فعلا التعطيل على زياد هو من خرب عليه الجولتين الأولى والثانية من خلال المسك. إذن يحاول دائما مسك زياد. نال الآن الإنذار، نال ما يستحقه الملاكم أصلان بيك من كازاخستان بتقدير الحكم أنه كان يمسك كثيرا وبالتالي استحق الإنذار. ولكمات متتالية من زياد، والآن زياد الآن يطلق العنان للكماته. زياد فقط الجولة الأولى لم يكن قد دخل في أجواء اللقاء بشكل جيد. الجولة الثالثة الآن زياد لن يدعها تمر، يحاول بكل جهده إصابة الخصم بالعديد من اللكمات. إذن المسك يعود مرة أخرى الملاكم الكازاخستاني إلى المسك، يوجه مجموعة لكمات ثم يمسك. وأيضا لكمات من زياد عشيش. إذن جولة الثالثة يحتاج زياد إلى ضربة قاضية الآن. لا يوجد لديه مجال في النقاط، يحتاج إلى ضربة قاضية وإلى لكمات قوية مباشرة وإلى خطة ذكية للوصول إلى فك الملاكم أصلان بيك شمبر بيكييف الذي يدير الآن اللقاء بشكل جيد، يعرف كيف يتحرك على الأطراف ويوجه اللكمات. يمسك المسك المسك المسك. إذن التنبيهات لوحدها لن تفي بالغرض. المسك يعطل تطلب من زياد. زياد يحاول في الثواني الأخيرة الآن، يحاول في الثواني الأخيرة الدخول، ولكن المسك من الملاكم أصلان بيك شمبر بيكييف من كازاخستان يعطل دائما على زياد وينهي الهجمات التي يقوم بها زياد. انظر بالمسك، المسك المسك المسك. يعني الحكم يتساهل كثيرا في مسألة توجيه انذار آخر لي بالمسك. واقتربت الجولة من نهايتها. إذا لكمات قوية، لكمات جميلة. إذا لكمة قوية. إذا هيا يا زياد، لكمات قوية ولكمات جميلة. قوة ولكن المسك ولكمات. إذا زياد استأسد في الجولة الثالثة والأخيرة وقدم مستوى كبير وجميل ورائع وقوي، ولولا تعطيلات الملاكم أصلان بيك بالمسك ونال إنذارا بالمسك لكان لزياد قول آخر في هذا اللقاء. وننتظر الآن لنرى نتيجة هذا اللقاء. وكل التوفيق للبطل الأردني الكبير زياد عشيش. ألف مبروك لزياد، يتمنى له الفوز في هذا اللقاء وإن شاء الله يكون الفوز حليفه. وننتظر النتيجة النهائية لهذا اللقاء وراء القضاء رغم التفوق الكبير لزياد في الجولة الثالثة والأخيرة. قلناها لكم، زياد لن يترك هذه المباراة تمر بدون أن يضع بصماته الكبيرة والقوية عليها. إذن بانتظار الإعلان الرسمي عن
فوز زياد عشيش إن شاء الله هيكون الفوز حليف زياد عشيش في هذا اللقاء. الملاكم أصلان بيك فاز بالجولتين الأولى والثانية، الجولة الأولى 5-0 والجولة الثانية 3-2. الآن الجولة الحاسمة في هذا اللقاء، الحظوظ كبيرة الآن أمام زياد عشيش لتغيير مجرى التاريخ في هذا اللقاء، وننتظر الإعلان الرسمي عن نتيجة هذا اللقاء. إذن الدكتور سعد جابر في منصة كبار الحضور، أيضا رئيس الاتحاد الآسيوي، أيضا الكثير من الحضور. انتظار، ويصعد الآن المذيع الداخلي لإعلان نتيجة هذا اللقاء، إعلان النتيجة النهائية لهذا اللقاء. إذن ننتظر معكم النتيجة النهائية لهذا اللقاء. Ladies and gentlemen, about 2:37 here in your men's finals comes to a close after being three-minute rounds in a men's light middleweight 71kg division matchup. This bout was sanctioned between Jordan and Kazakhstan for your undisputed men's light middleweight championship title. After your close fought three-minute rounds, we go to the judges' scorecards. Your judges have ruled in favor of your winner by points, declared by split decision. To the blue corner, Kharsalinistan, Kazakhstan, Nan, Aslanbek, Shimbershenov.